اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم من جهه اخرى. الحلقه دي بنخصصها لموضوع شبح المجاعه الذي يهدد ملايين السودانيين وتحذيرات المنظمات الدوليه من هذه الكارثه. ومن ناحيه اخرى الجهود المبذوله من اجل توفير وادخال الاغاثه والاتفاق على ذلك وايصال الاغاثه للمناطق اللي بتحتاج اليها. نبدأ البرنامج بهذا التقرير القصير وبصوت الزميل أمين رمضان. قال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء إن المساعدات الغذائية المقدمة لمئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد وبعضهم على شفاء المجاعة ستتوقف الشهر المقبل ما لم يتم تقديم مزيد من التمويل. ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه يكافح من أجل توفير الطعام لجميع اللاجئين، والعديد منهم بالفعل لا يحصلون على وجباتهم كاملة، ويعاني ما يقارب من نصف اللاجئين السودانيين من الأطفال دون سن الخامسة من فقر دم حاد. من ناحية أخرى تقول التقديرات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة إن شبح المجاعة في السودان أصبح يهدد 80% من مجموع السكان في وقت وصل فيه عدد النازحين واللاجئين حوالي 8.4 مليون شخص. وتتركز المناطق المهددة بالمجاعة في ولاية الجزيرة وكردفان ودارفور، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. من جهة أخرى أطلق مسؤول في ولاية غرب كردفان اليوم الأربعاء تحذيرات من احتمال وقوع مجاعة إثر تزايد أعداد النازحين جراء الاشتباكات الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة بابونوسا والنقص الحاد في المعينات الغذائية. وقال مفوض العون الإنساني في بابونوسا فخر الدين فضل التوم نحذر من حدوث مجاعة وشيكة تهدد نحو 51 ألف نازح يتواجدون في مراكز إيواء بعدد من القرى ورئاسات المحليات في غرب كردفان نتيجة لنهب جميع مقتنيات ومنقولات المواطنين وفقدان الأسر لكل ما تملكه من مدخرات. ووصف الوضع الإنساني للنازحين بالكارثي والمأساوي، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء وانتشار الأمراض والأوبئة بسبب الزحام الكبير داخل مراكز الإيواء. وحذرت منظمة رعاية الطفولة من أن 22 ألف طفل و 7000 امرأة حامل معرضون للموت في الأشهر القادمة بسبب الجوع ونقص الطعام. وتقول المنظمة بأن هناك 2.9 مليون طفل سوداني يعانون من سوء التغذية، إضافة إلى 700 ألف طفل يواجهون سوء التغذية الشديد المصنف بحسب المعايير الدولية كأخطر نوع من أنواع الجوع وأكثرها إماتة. وتقول منظمة أوتشا التابعة للأمم المتحدة بأن من بين كل السودانيين 2.1 يحتاج للمساعدة للحصول على حاجته الأساسية. وتقول المنظمة إن جملة السودانيين الذين يواجهون الجوع يبلغ 17 مليون شخص، أي حوالي 37% من مجموع السكان. شكرا زميل أمين رمضان. أمام هذه الصورة القاتمة لمصير الملايين من السودانيين الذين سيواجهون الجوع أو يواجهون الجوع الآن، ما زال الطرفين المتحاربين في السودان الجيش وقوات الدعم السريع في أخذ ورد حول دخول الإغاثة لمن يحتاجها والنقاط التي يمكن أن تدخل منها الإغاثة. الجيش يصر على دخول الإغاثة من المناطق التي يسيطر عليها بعد أن رفض في البداية دخول إغاثة لمناطق سيطرة الدعم السريع، والدعم السريع يريد وصول الإغاثة للمناطق التي يسيطر عليها أيضا. لمعرفة المزيد عن هذه المعادلة نبقى مع حديث الأستاذ محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الدولية والطوعية. طيب، قبل عدة أيام أعلن السودان في خطاب رسمي لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في دارفور بعدم السماح بدخول المساعدات عبر الحدود السودانية التشادية. بيان وزارة الخارجية بالأمس فيه تراجع محمود، وهو يسمح للمنظمات مرة أخرى بدخول المساعدات الإنسانية، ولكن المرة دي حدد البيان معبر طينة لدخول المساعدات اللي جاية عبر الحدود السودانية الجادية. طبعا البيان قوبل بفرح وتنفذت المنظمات الصعداء،
لأنه معظم المنظمات الإنسانية وكالات الأمم المتحدة اللي كانت شغالة في دارفور قبل الحرب انتقلت بعد الحرب إلى عبر الحدود إلى مناطق قريبة من الحدود السودانية، أو بالتحديد انتقلت إلى أدري وأبشي وفرشانة وأسست وجودها وعملياتها من هناك. نقلت الصطاف وما تبقى لديها من أي معينات لوجستية كعربات وكذا، مع أنه ما كان في كثير، ولكن نقلت وجودها هناك وبدأت في تسيير عمليات إنسانية عبر الحدود. وكان الدخول بيتم عن طريق الجنينة نفسها وعن طريق كلبوس وعن طريق خوربرنجة وحتى ومدخن. فكان تم تسيير العديد من العمليات عبر الحدود، وكان نجاحها متفاوت من منظمة لأخرى. فالآن الباب انفتح مرة ثانية ولكن عن طريق الطينة، الطينة في شمال دارفور، وهي منطقة تخضع لسيطرة القوات المشتركة. وبيان وزارة الخارجية حدد أو ذكر بالنص إنه السماح بدخول المواد الإنسانية والإقاسة عبر معبر الطينة إلى الفاشر. فالسؤال الآن اللي يعني يتم التفكير حوله هو ماذا بعد الفاشر؟ كيف حيكون التنسيق مع الطرف الآخر أو المناطق اللي تخضع لسيطرة الدعم السريع؟ 4 ولايات في دارفور تخضع لسيطرة الدعم السريع. كيف حيتم التنسيق اللوجستي وكيف حيتم التنسيق حتى الأمني، ومدى مرونة الحكومة والقوات المسيطرة في الفاشر بترك المساعدات دي للمرور للمناطق الثانية، ومخاوف المنظمات الدولية الآن من حيادية والأسس بذات العمل الإنساني إنها ما يحصل لها أي violation. فدي كلها أسئلة الآن يعني في انتظار إنه يتم الإجابة عنها. في مصاعب تانية طبعا، مصاعب لوجستية، مصاعب مادية، مصاعب يعني مثلا ولاية وسط دارفور اللي هي يعني ولاية من أكثر الولايات تضررا. كان المسافة كان هناك يعني أفضل طريق يمكن في دارفور هو بين الجنينة وزالنجي، كان يتم نقل المساعدات اللي بتجي عن طريق أدري إلى الجنينة إلى زالنجي في مسألة بتاعت ساعتين. الآن السؤال الطينة، إذا سمح لدخول هذه المساعدات مباشرة من تشاد أو إذا سمح بعد معبر الطينة بدخولها، هل سيسمح لها إذا سمح لها بالتوجه إلى الجنينة؟ يعني التنسيق الآن العوائق، كيف حتصل يعني زالنجي مثلا؟ ده دائر تفكير، هل سيتم عن طريق كلبوس؟ حتى الجنينة نفسها حتصل كيف؟ هل يستعمل طريق صريف عمرة؟ كل الأشياء دي يعني باختصار ممكن نقول إنه الدرب حيبقى معوج. الموضوع عايز تنسيق أكتر، في حيكون في صرف لوجستي وصرف مادي أكتر، ما في طريق مستقيم الآن لتوصيل المساعدات. ده حيؤدي إلى تأخر المساعدات في مناطق الآن ترزح تحت وطأة الحوجة الماسة. معظم المساعدات دي مساعدات مواد غذائية سواء كانت للكبار أم كانت للأطفال. تأخر هذه المساعدات بيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني وازدياد سوء أكثر مما هو سيء. فده كله يضاف إلى التحديات الأصلا موجودة، وتحديات صعوبة الوصول إلى مناطق مختلفة في دارفور. بحسب حديث محمد الشامك، قال الجيش بأنه يسمح بدخول الإغاثة عبر الحدود التشادية عن طريق الطينة ومدينة الفاشر، ولكن ماذا بعد الفاشر؟ ماذا سيحدث للإغاثة بعد الفاشر؟ الإجابة يقدمها لنا السيد الهادي إدريس، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية، في حديث سابق لراديو دبنجا. أنا الأوضاع تعبة، الأوضاع الإنسانية يعني أوضاع معيشية صعبة خالص،
لأن الموسم الزراعي ناس دي معتين كان بالحرب وناس كتير ما استطاعوا إنه يزروا بسبب الحرب والبرد والبلد اتقفلت نتيجة لعدم دخول المنظمات وغيرها. لكن على الصعيد الأمني طبعا الفاشر فيها تعدد بتاع جيوش، الفاشر فيها 3 جيوش رئيسية، في قوات بتاع حركات الكفاح المسلح هم متواجدين في جزء من الفاشر، وهنالك الجيش السوداني متمركز حول الفرقة السادس مشاة، وبرضو قوات الدعم السريع في الأجزاء الشمالية والشرقية لمدينة الفاشر. فبالتالي يعني من وقت لآخر بتحصل يعني مناوشات بين الجيش والدعم السريع، وللأسف الناس الضحايا هم المواطنين وخاصة الناس النازحين. تخيل يعني معسكرات كبيرة، معسكرات للنازحين زي أو معسكر أبويا ومعسكر نفاشة، في المعسكرين ديل عدد أناصر تنتمي للدعم السري وللجيش ما يسمى بالمستنفرين، وبالتالي لما تحصل أي اشتباك القذائف والدانات بتسقط لبيوت الناس وبيموتوا عدد من الناس. وآخر حادث قبل 3 أيام، فالتعدد وجود طرفي النزاع في الفاشر حقيقة مشكل قطر كبير على حياة المواطنين. وبرضو أنا زي ما قلت موضوع تعدد الجيوش، لو كل ما إنك في منطقة ما في جهة وحيدة تحتكر العنف فبالتالي ما في جهة مسؤولة. قبل يومين يعني تم اغتيال الصحفي المعروف خالد، يعني بدن بارد في منزله وحتى الآن ما معروف من وجهة لإغتياله. ده على سبيل المثال يعني، لكن في عدد من الضحايا وعدد من الأحداث الناس بموتوا والناس ما معروفين السبب منه. أنا وزميلي الطاهر من وقت لآخر كنا قاعدين بنتكلم عن إنه يجب أن يخرج طرفي النزاع الجيش والدعم السريع من الفاشر وتتولى إدارة الإدارة الأمنية للمدينة، تتولى قوات بحركة الكفاح المسلح، وعشان تكون عندنا جهة وحيدة محتكرة الأنف في الفاشر، وعشان الناس لو في يعني أحداث زي ما حصلت في اغتيال الصحفي واغتيال كثير من الناس، الناس يحددوا مسؤوليتهم. وما زلنا نحن ندعو المتمسكين بهذه الدعوة إنه لابد من خروج الطرفين النزاع، عشان بعد تاكلوا هم مديرين شاكل الشرق وشاكل خارج المدينة. يعني ما في أي مبرر أخلاقي بخلي الناس يوميا بتشاكلوا داخل المعسكرات ويموتوا عدد من الناس، وهنالك قوة بتحركة الكفاح المسلح موجودة وتتفرج وما قادر تعمل أي حاجة. الوادي ده الوادي مقل، وبالتالي الأوضاع الأمنية صعبة في المدينة وفي دارفور طبعا بشكل عام، لكن في مدينة الفاشر بشكل خاص لأنه المنطقة الوحيدة المتواجد فيها 3 قوات. يعني ويبقى السؤال، هل ستصل الإغاثة لمستحقيها في الوقت المناسب في حال تم الاتفاق على ممرات آمنة وتوفر الظرف الأمني لعملية التوزيع؟ في هذا المحور نستضيف الأستاذ مصطفى آدم، مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم. الموضوع الإنساني في السودان هو موضوع شائك ومعقد منذ بداية الحرب، وزي ما شايفين هو ماشي إلى أسوأ لفترة لفترة، والمسألة دي أصبحت مسألة زي ما أنا شايفها هي مسألة مشتركة ما بين الوضع الداخلي والوضع الدولي. يعني بمعنى أنه المسألة بتاعت النازحين واللاجئين على يعني مع بعض، وأنا شايف يعني حقيقة موضوع النازحين واللاجئين، النزوح في السودان حقيقة عدد كبير وعدد ضخم جدا، تجاوز الآن 8 مليون داخل ريبورت لوشا، وذي المنتشرين هم على مدن مختلفة ومدارس وبيوت الناس. وحقيقة هنا في لابد أن نقول حقيقة أن المجتمع السوداني بالأزمة دي هو كان المتحمل الأول والأكبر، يعني أكبر من الدولة وأكبر من المجتمع الدولي. النازحين زي لو هم 8 مليون الآن يعني كاد يكون 5 إلى 6 مليون زي بيوت الناس، يعني الناس منهم بمعنى لو كانوا أهلك أو أصحابك أو جيرانك البيت كان بيكون فيه قصة البيت يكون فيه 40 شخص ممكن يستخدموا حمام واحد، ممكن يأكلوا مع بعض، ممكن يعيشوا. تصور هذا الوضع، وتصور هي كارثة. يعني الآن أنت ما تجد معسكرات، يعني تجد أن البيوت السودانية هي تحولت لمعسكرات، وبالتالي الأسر السودانية هي تحملت العبء الأكبر، وبالتأكيد الأزمة دي أثرت يعني غيمة عالية جدا من التكافل، ولكن الغيمة العالية برضه التكافل دي يعني نقول انعكست انعكاس كبير جدا ممكن يكون برضه على حياة الناس ومعيشتهم وعلى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وده بالتأكيد
تحتاج برضو يعني لرؤية من الدولة، والدولة شايفة المسألة بتاعت الرعاية الاجتماعية تكاد تكون يعني ما بالمستوى حقيقة اللي ممكن نقوله مطلوب، بحيث أنها تقوم تشوف شنو القلق اللي بيحصل من خلال الحرب دي يعني الآن نسبة التشرد صحيح زايدة بشكل مخيف، الناس نسبة الأسلحة دي في الشارع زايدة بنسبة مخيفة جدا، وده برضو أيضا يعني حيزيد الجريمة بمعدلات كبيرة جدا وجريمة يعني مختلف أشكال يعني، وده بيحتاج حقيقة لعمل ممكن نقول عمل اجتماعي عمل إنساني. المسألة بتاعت المجتمع الدولي والمسألة بتاعت المسارات وموضوع المناطق الأمنة والأمنة أكيد أكيد أقول أول حاجة العمال ذاتها الدولية هي كانت تكون محدودة، يعني إذا أخذنا الآن ده الربع الأول من 2024 إذا مشينا للمبالغ المرصودة السودان هي 2.7 مليار دولار، أعتقد اللي شايفه أنا نازل في التراكس اللي هو في الفاينانشال تراكس ما يعني قد يكون 3.5%، ودي نسبة ضعيفة جدا، ودي قد تكون جاهزة المنظمات الدولية اللي هو دي الأرقام بتاعت برنامج الغذاء العالمي مثلا؟ لا دي أوشا أوشا أيوه وكانت لهم تحت الشؤون الإنسانية أيوه أيوه هم راضين في الاستجابة الإنسانية السودان اللي هو 2.7 مليار دولار، ولحد الآن المبالغ اللي هي يعني هي اللي أظن وصلت 95 مليون دولار دي اللي تكون فاتحة فيها للمنظمات الدولية، ودي ذات عشان لو قلنا نعمل لها مونيتورينج أو فيريتي بنلقاها مع الحكومة فين يعني شنو مشت جات الحتة جات شنو هي جات أدوية هي جات علاجات شنو العلاجات كيف في شكل شنو يعني، ودي مثلا ضربة مهمة جدا في إطار تقييم المبالغ المرصودة دي اللي بتجي في السودان وممكن هي تظهر في مؤشرات في دائرة يعني دائرة قياس على الأرض يعني بحيث إنه ما يكون كلام هو يعني على الاوراق، وبعد ذلك نحن نتيجه نشوف كيف نلقاه موجود. بالتاكيد المناطق حتى المناطق الممكن نسميها امنه يعني اذا كنا نحن الان فرضنا في السودان او كسلا او القطارب او سنار او النيل الازرق او النيل الابيض او ايضا الشماليه والنهر النيل هي برضها بتعاني يوم من حاله الرجوع العدد الكبير من الناس برضها يعني ما فيش يعني ممكن نقول يعني غرامات او دعم اقتصادي او انساني كبير. شايف انا الدعومات الانسانيه هي من بعض المنظمات العربيه خاصه منظمات مثل باريس ما شايف رمضان بتتحرك، لكن التحركات هي ممكن تكون روتينيه حتى في الاوضاع العاديه هم بيتحركوا بالاتجاهات دي مثلا المسائل الانسانيه في رمضان وغيره وغيره، لكن لو كنا عايزين احنا نغطي الاحتياجات الانسانيه الكبيره جدا على مستوى المراكز المعاناه كبيره في حجم لا يمكن تصور يعني كل المراكز بتاعت الايواء وكل المنازل اللي جواها خلاص هي دي مقفوله، لكن المعاناه فيها ضخمه لانه ما في دول عمل استكمال نازل البيوت وملانه نازل نعم بعدين يعني ما قاطعك لكن شايف في تقديرات في انه واحد من كل اثنين من السودانيين بيحتاج مساعده للايفاء بحاجاته الاساسيه حقت المعيشه يعني. ايوه ده تقرير فاو المحدث اللي هو تقريبا قبل 10 ايام لاسبوعين تقريبا هم بيتحدثوا عن يعني عدد بتاع 25 مليون ثاني معرضين للمجاعه، وطبعا دي برضه نحن هنا مربوطه لك طوالي مع السؤال الثاني دور المجتمع المدني السوداني. ايوه بالفكرة انه حقيقه التقارير دي ذاتها بتحتاج احيانا لقياس واحيانا لمراجعات، بمعنى احنا عندنا هنا يعني مجموعه من الخبراء والناشطين والفاعلين من المنظمات ومن الهيئات غيره يعني مشينا على اتجاه كيفيه اشراك المجتمع المدني السوداني في المساله دي، المجتمع المدني بشكل عريض يعني تمتعنا فورم هو سودان سيفل فورم للمساعدات الانسانيه، وده بالتاكيد هو فورم واسع جدا وكبير وله عدد كبير جدا من المنظمات والخبراء، وكان في تفاعل كبير بعقد مؤتمر داخلي في السودان بحيث انه مش تتم محاكمه لكن تتم يعني على الاقل يعني مراجعات واضحه جدا وتقييم واضح جدا من خلال الواقع اللي احنا عايشينه، الناس اللي اتقوا الظرف الموجودين داخل السودان نازحين او هم يعني المجتمع المضيف او غير من المنظمات الموجوده الدوليه او الوطنيه، لابد من هو الحديث بشكل مفتوح شنو العقبات وشنو المقترحات اللي ممكن تكون في الفتره الجايه عشان احنا نقدر ندير العمل الانساني، شنو العمل الانساني يعني المنظمات الدوليه برضه تتحدث عن العقبات اللي بتواجهها اذا كان عندها عقبات. انا بفتكر انه انا حقيقه انا شايف انه الان في مساعدات انسانيه الحديث مع المسؤولين اللي هو في الملف الانساني بيعتبروا انه في حد اتحرك على دارفور اللي عن طريق اللي هو المناطق الامنه وشمال تقريبا على اساس انها تصل لدارفور تقدر في
مناطق كنت تتوزع فيها سواء كان شمال دارفور أو وسط دارفور بعض المحليات الآمنة. لكن بالتأكيد بالنسبة للتاجة لرؤية شاملة جدا، ودي إحنا الرؤية الكلية دي تركناها للمؤتمر الناقشة بحيث نطلع بتوصيات واضحة جدا في كيفية التعامل مع الأوضاع الإنسانية في ظل وضع المناطق الداعات والمناطق الغير آمنة اللي بيكون فيها أكثر من أضعاف وفيها أكثر من إشكالات ممكن تواجه الناس اللي هم بيحملوا بالحق الإنساني. دي أنا فكر ممكن تطلع فينا بيتحدث عن الفترة الماضية بتاع شريان الشمال، شريان سوري، شريان الحياة خير وشره، يعني الناس بتاكد تجربة كبيرة جدا كانت فترة ديمقراطية وتواصلت برضه حتى ما بعد ما نظام الإنغاز ما جابه الفترة دي المشروع اللي كان استمر. ده بيحتاج على الأقل لتقييم ومراجعة بحيث الناس يعني تقدر تشوف المنزل شنو كيف التعامل معه، يعني كرؤية كانت قديمة وتتحدث ممكن تتيمها حيث نقدر نعمل حماية. نعم طيب، طيب يعني في سؤال أستاذ مصطفى آدم، يعني اللي هو نحن أصلا نتكلم عن حالة أمنية الناس، يعني حتى مجرد الحركة فيها مشكلة كبيرة جدا جدا، الطرفين ما قادرين يوصل يعني فتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق نار. بعد ذاك السؤال الثاني متعلق بالمنظمات الأهلية السودانية ذاتها، إلى أي حد في الوضع ده عندها القدرة في أنها تدير عملية زي دي؟ يعني علما بأن الناس يزول أنقذ روحه، يعني مشى شاف له ملجأ آمن قاعد فيه، فهل المنظمات الطوعية العاملة في المجال العون الإنساني في السودان عندها أي قدرة أو كاباسيتي في أنها تشتغل وتقوم تلم ناس تاني وتدير عملية بتاعت إغاثة، يعني تشرف عليها تساهم فيها؟ طبعا واحدة من إشكالات الملف الإنساني ده، يعني اللي احنا الوضع اللي بنعيشه الان، يعني الموضوع ده مركب ومعقد اكثر من اتجاه. الاتجاه الاول انه يعني ايه بدنا الجهه اللي بتدير العمل الانساني ده ما مستقر، يعني بعد الثوره لحد اللحظه اللي تكلم عليها دي اذا تحدث عن قضيه عمل انساني هي ما استقرت اصلا، هي في ظل في اطار يعني دعات مستمره وتغيير وتبديل وما استقرت. الموضوع ده انعكس او اصلا اذا اخذنا المنظمات الوطنيه السودانيه على ضعفها، الضعف ده الضعف يعني كان يكون بآثر مرات في ظل الحرب دي. أول حاجة المنظمات دي هي تعرضت لنهب كبير جدا، تعرضت لتدمير ناسا، يعني حتى إحنا عندنا بعض الناس المدراء منظمات، يعني تصدر يعني هو المدير استشهد بالجنين، يعني كثير منظمة، يعني دي واحدة من الحاجات. وفي عدد كبير جدا من المقار حتى المنظمات الكبيرة الدولية هي تعرضت لنهب، يعني تعرضت لتشتيت. لكن المنظمات الوطنية السودانية يعني دي كانت تكون انشردت تماما، أصلا ضعيفة في العمل بتاع الهيومانيتيريان، يعني ما كانت بالحجم الكبير. صحيح كانت منظمات كبيره جدا لكن كانت برضه تعرضت لبعض الاشكالات، لكن مع المنظمات الموجوده الان انا كانت تكون ناجمه انها ضعيفه، تحتاج لبناء قدرات. نعم لكن نحن برضه بنقول يعني الضعف ده ما يخلي الناس، يعني صحيح تكون الدوله ما عندها اي اتجاه في انه هي في الاتجاه الانساني ده ورؤيتها فيها انها شايفه ما بالمستوى اصلا، يعني اللي ممكن يسهم ويساعد في بناء يعني منظمات سودانيه وطنيه تقدر تواجه التحديات الكبيره جدا الانيه والمستقبليه. ده واحده من الحاجات اللي احنا مهتمين بها جدا، عارف لك الكلام التعليم في الحرم الثاني، بنفتكر انه ضروري جدا انه المنظمات الوطنيه السودانيه تقوم بدورها، يعني حتى زي ما المجتمع السوداني الان قام بدوره كافراد او الناس، وقام المنظمات دي الان على ضعف هذا. صحيح في ناس الان بتحاول، في ناس موجوده الان بتقاتل، لانه المدى الان بعيده بالنسبه لهم، يعني هم من ناحيه مثلا على الشريك عشان يجددوا ولا عشان يقدروا ياخذوا منح ولا عشان يقدروا يعملوا يعني يقاتلوا المنظمات الدوليه. يبقى في إشكال، يعني أنا سأروح أديك مثال في آخر مثلا يعني نداء عبرته هي الأمم المتحدة للمنظمات الوطنية أو الوطنية أو العالمية تقدم التقديم. لو شفنا السيستم نلاقي اللي قدمت كلها منظمات الوطنية تعتقد 51 منظمة، 51 منظمة هي اللي مثلا لمنافسة في أنها تتدخل منها، هي قدمت كلها منحة دي قدمتها ممكن تكون بحاجة ضعيفة جدا، يعني لو تحدثت عن الأرقام نلاقي التقديم الكبير من المنظمات الدولية. الوضع الدولي بتجي هي ذات المبالغ الجايه دي هي حتتلغفها، هي حتسير بعد ذلك حتمشي المسائل الاداريه والمسائل اللي ما مفهومه صراحه. واضح جدا المساله دي فيها تعقيدات كبيره جدا، تعقيدات فنيه، تعقيدات ممكن تكون بتاع القانون، تعقيدات بتاع القدرات، المنظمات الوطنيه عشان تقدر هي تشتغل في الحته دي. فانا شايف المنظمات الوطنيه السودانيه هي التحدي، والتحدي ده هي صحيح الناس الان على المستوى الفردي على المستوى الجماعي بيحاولوا يعملوا بعض الانشطه بعض الحاجات، وكان على مستوى الولايات انا شايف مستوى بعض الحمايه، لكن بالتاكيد المشكله بتاعتهم كبيره جدا وهي ممكن تكون اكبر من التحدي اللي قدامنا. نعم طيب، يعني انت على مستوى الشخصي متفائل بانه اذا العالم اجمع بانه خلاص حنقوم نبتدر عمليه اغاثه واسعه وسريعه للناس عشان يعني ما يموتوا من الجوع،
هل انت يعني بتفتكر الاغاثه دي هتصل في وقت المناسب للناس المحتاجين لها؟ انا بفتكر في اراده الان، في رغبه وفي اراده من الناس على الاقل على المستوى الجماعي او الفردي، انه يعني لانه الشيء الحاصل يخلي الناس يعني انسانيا وتتحرك يعني الضمير كده يحرك انه لابد انه الحاجه تتطيب. دي بتحتاج لتنسيق عالي جدا، انا بفتكر على مستوى الدوله ضروري تنسيق وشفافيه واضحه جدا في مسائل اللجان، وكان المنظمات اللي كانت موجوده تقوم براغبه تقوم موجوده بالتوجيه. ما هو المنظمات دي بتعمل عمل طويل، الناس الشغالين بالعمل الرسمي دي هم ما براهم مسؤولين من القضيه الثانيه، لانه هم قاعدين في مكاتبهم وقاعدين في دور حياتهم، حياتهم بطريقه ممكن تكون روتينيه جدا. لا، الناس اللي بيعملوا بالعمل الطوعي هم ديل ما عندهم يعني زمنهم مالهم روحهم كلها هي يعني بيخلوها هم للعمل للعمل الثاني. انا شايف انه المجتمع الدولي اذا اتحرك وجات للمساله دي تم تنسيق واضح جدا هنا من خلال الحكومه، من خلال الاجهزه الموجوده المخصصه سواء كانت اجهزه الطوارئ اللي هي اللجنه العليا للطوارئ او المفوضيه العمل الثاني، ده ممكن يكون في اشراك واضح جدا لكل الاطراف بتاع اطراف المصلحه، حتى المجتمع ممكن يشرك. يعني انا شايف ان الموضوع ده كبير جدا، اذا خلينا لجهه واحده حكوميه بنمشي هنا داري للاتهامات والاتهامات المتبادله، حدود اللقاءات اللي وصلت ما وصلت وصلت فيهم ما وصلت فيهم. ضروري جدا اللجان لازم يكون فيها اشراك واضح جدا للمجتمع المدني. المجتمع المدني السوداني بشكل موجود لازم يكون عنده تفكير كبير جدا في اي لجنه تهتم بالعمل الانساني سواء كانت هي على مستوى الداخلي هنا او الخارج على مستوى اللاجئين. انا شايف ان الموضوع بتاع العمل الانساني ده موضوع كبير جدا ويحتاج لنا حقيقه كلنا تضافر، والا حقيقه حنواجه كارثه اللي بتحدث عنها المنظمات والتقارير الدوليه دي، حنواجه كارثه تبقى كارثه حقيقه اكبر من الحرب اللي احنا فيها. نعم، الاستاذ مصطفى ادم شكرا لك كثير، كنت ضيفنا في برنامج من جهه اخرى والموضوع حول شبح المجاعه والاغاثه وكيفيه ايصالها. شكرا لك كثير استاذ مصطفى. بهذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى خصصناها للوضع الإنساني والإغاثة. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بيدا بنجا، وإلى اللقاء.